أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله. يا أبو غازي، ساعة مباركة. واليوم راح نتكلم عن مجلة الرياضي 15 أبريل 1976. 15 أبريل 1976، هذا بعد كأس الخليج، وعليها صورة فيصل الدخيل وصورة علي كاظم لاعب منتخب العراق، حتى لا تكون دورة الرابعة آخر دورات. شوف يعني حتى يقولك يعني زين في البرنامج يتناول بعض الأخبار اللي ما هي ظاهرة في تلك في الأيام هذه. يعني في تلك الفترة كانت طاغية على الساحة، في تلك الفترة اللي هو الاتجاه إلى وقف دورات الخليج، منتخب الكويت في أو الاتحاد الكويتي كرة القدم في بيان، نعم، بعد بطولة الخليج 76 أصدر بيان انسحابه من دورات الخليج بعد ما اتخذت البطولة منحنى غير المنحنى الذي وضع القائمون عليها، اللي هي جمع الأخوة، جمعة إيه الأخوة والمحبة، وأنه تكون هناك تبادل بالثقافات، خصوصا أن دورة الخليج تقام على هامشها بعض يعني حتى الحفلات الغنائية، حتى الاجتماعات تصير، الوفود التواكب على الدولة المنظمة، نعم، يعني في إخبار. لكن البطولة في 76 يعني كان فيها شد وجذب، خصوصا ان يعني كانت في ترسبات في البطوله الثانيه، انسحاب المنتخب البحريني من البطوله واثر على نتائج بعض الفرق. المنتخب السعودي مستحق كان ياخذ البطوله لولا انسحاب المنتخب البحريني اللي انسحب بالشوط الاول بعد خسارته 3-1 وطرد 2، وايضا بطوله 74 اللي صارت في الكويت واللي صار فيه المباراه النهائيه. البطوله الاولى صح؟ الثانيه. لا، انسحاب البحريني الثانيه. الثانيه عفوا، البطوله الثالثه هو اللي صار فيها شد وجذب، والجمهور السعودي كان يبي يدخل الملعب وكان الملعب مسكر خلاص ما في مكان، إلا تدخل الجيش في تلك الفترة لفضل الاشتباكات. أيضا في بطولة 76 الشد الجذب، كل وفد قام يصدر ملحق رياضي، وهات يا يعني ما نقول يعني كان هناك بعض الحدة في بعض الاطروحات. طبعا صورة الغلاف علي كاظم نجم هجوم العراق، فيصل الدخيل نجم هجوم الكويت، اثنان من ابرز لاعبي الدوره الرابعه التي اقيمت في قطر واكثرهم تالقا ولمعانا، يشتركان مع العملاق جاسم يعقوب في احتلال القمه الكرويه الخليجيه والاستئثار باعجاب الجماهير وتصفيقها. واليوم نلتقي بهما للمره الثانيه في اللقاء الحاسم بين بطلي الدوره الرابعه الذي يحدد المركز الاول. بالفعل يعني فيصل الدخيل وجاسم يعقوب وعلي كاظم لين المباراة الفاصلة الكل متساويين 8 أهداف، يمكن العنبري كان عنده 3 أهداف وسجل بالنهاية هاتريك 3 أصبح له 6 أهداف، لكن هذيلي كانوا متساويين بالأهداف. فيصل الدخيل بلش المباراة بإحرازه هدف جميل جدا في أول 5 دقائق، ألقى الحكم عن هدف صحيح ما في شيء، لكن احتسب لازم يد على جاسم يعقوب. الوحيد اللي فيهم سجل أهداف اللي هو جاسم يعقوب، سجل هدف لا زال عالق بالأذهان، هدف جميل جدا من ركلة حرة. في تلك الفترة ما كان الفكر موجود عندنا في دول الخليج انك تلعب لعبة الموزة قبل حط الكرة وشوت يعني، لكن جاسم لعبها بطريقة برازيلية في تلك الفترة، وخالد الحرمان يوم قال عرضية برازيلية من فوق الحيطة وأحرز هدف جميل جدا خلته يتبوأ يصير على صدارة هدافين، وهذا آخر هدف خليجي لجاسم يعقوب اللي لا زال إلى اليوم وهو الهداف التاريخي لبطولات الخليج برصيد 18 هدف من خلال 3 مشاركات. نجوم الملاعب اعداد عدى لقاء ابراهيم شتله ولقاء مع سعيد مبروك. طبعا نجم في لعبه الكره الطائره من ناشئين الموهوبين. تابع بعد الفاصل بغازي، يلا شاء الله توكل على الله. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لسعيد مبروك. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا مع مجلة الرياضي في أبريل 1976، وكان هناك لقاء مع نجم لعبة الطائرة الكابتن سعيد مبروك. طبعا لعب مع عمالقة اللعبة
مثل علي شعيب ووليد راشد، وشاركهم أيضا امتلاك كأس البطولة بعزمهم وكفاحهم. طبعا فازوا على القادسية الأسبوع الماضي 3-2، وكان الرياضي أن تهنئ الفريق البطل في لقاء مع النجم الصاعد الناشئ، والذي قدره المدرب الكبير نبيل قطب بأنه لاعب، يعني قدر أن لاعب 100%. وأعزائي القراء، سعيد مبروك سعيد الذي عرض آراءه واقتراحاته وحاسيسه في هذا اللقاء. تكلم عن المدرب اللي عده واستفاد منه في اللعبة، يعني سعيد مبروك، اللي هو المدرب مصطفى عبد اللطيف. يقول تعلمت منه أساسيات اللعبة واستمرت في التدريب لمدة موسم كامل قبل أن يصلنا المدرب نبيل قطب، والذي من خلال تمارينه يعني اختبرت نفسي وأصبحت يعني أصبحت كل ثقتي في تقدم مستواي بإذن الله. تكلم عن أحب الأندية نفسه بعد نادي الكويت، طبعا النادي العربي بالنسبة لي أحب الأندية طبعا بعد نادي الكويت. المراكز اللي يفضل في اللعب فيها يقول في 4 و5، عاد هذا هذه المراكز اللي تكون بالمراكز الخلفيه. طبعا نادي الكويت في تلك الفتره كان يضم مجموعه من اللاعبين، وليد الراشد ايضا كابتن العملاق، علي شعيب والعباد، وايضا كان في نجم مميز اسمه طلال الطويل، ايضا هني سعيد مبروك كان وياهم مجموعه وكوكبه، وكانت منافسه محصوره في تلك الفتره في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات بين القادسيه والكويت في لعبه كره الطائره. طبعا تكلم عن إذا كان أشقاء يمارسون يعني الرياضة بشكل عام، قال تلعب شقيقتي هداية الكرة الطائرة ضمن فريق آنسات نادي الكويت، وأيضا شقيقي وأيضا يعني شقيقتي هداية تلعب مع آنسات نادي الكويت للكرة الطائرة هداية، وشقيقة عامر يلعب كرة القدم تحت 14 سنة مع الأشبال، يعني أسرة رياضية. صحيح. في تلك الفترة في السبعينات كان التوجه بشكل عام إلى الرياضة، يعني ما كان متنفس للشباب في تلك الفترة إلا الرياضة، فتلقى الأندية عمرانة يعني خصوصا حتى مراكز الشباب بغازي. نعم. والملاعب كلها تحصل فيها بعض النجوم أو اللي طلعوا منها ملاعب ترابية وطلعوا منها مراكز الشباب، وأيضا في المراحل السنية في الأندية. نعم طبعا تكلموا كذلك عن أمور عديدة منها مستوى نادي الكويت. يقول نادي الكويت هو قمة لعبة كرة الطائرة، ودليل على ذلك أنه يمتلك كأسها كل موسم، وكما قلت بنفس مناصريه الماهرة الموهوبين. الحكام اللي يعجبونه خليفة المنصور، عبد الحميد شاهين، وعيسى رشود. نجوم الكويت طبعا المحببين لنفسه هم علي شعيب، ووليد الراشد، ومساعد العميري، ومحمد المعتوق، فيصل جزاف، وعثمان الحسينان، وأحمد العواد، ومثلي الأعلى عملاق الكويت علي شعيب، وأتمنى أن أصل إلى مستوى النجم في الفترة هذه هو الكابتن علي شعيب، أسطورة كرة الطائرة ليومنا هذا، يعتبر أيقونة كرة الطائرة الكابتن علي شعيب. وصلنا التجوري بغازي. التجوري فهد هني صورة طبعا بدام ختمت مع علي شعيب، صورة علي شعيب رئيس فريق الكويت تسلم كأس الرجال من الوزير الشيخ سالم صباح السالم. يتسلم كأس الرجال الكابتن علي شعيب. أعزائي المشاهدين، صورة ننهي فيها حلقتنا، لا يسعني في نهاية الحلقة لأني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.